لن تجد أي مبعوث أممي يتحدث على أساس الديمقراطيات وأساس نهاية الصراع في الدول وهو الدستور. لماذا باتيلي واللي قبله لم يتحدثوا عن إقامة الدستور؟ ألا يوجد دستور معد مسبقا الآن في أدراج المكاتب وفي أدراج الشخصيات السياسية العابدة بالمشهد الليبي؟ لماذا لا يتم الكلام على عرض دستور للليبيين للاستفتاء عليه؟ ماذا ينفع الليبيين من مرحلة انتقالية أخرى؟ ماذا سوف تأتي النتائج الجديدة نحو الاستقرار بحكومة أخرى؟ شفنا ما شفنا في منذ بداية الحكومات. أصلاً نتائج الأمم المتحدة الشعبية الليبي هي استمرار الصراع حتى تتمكن الإرادة الداخلية أو تصل الإرادة الداخلية لأكثر تفتت، حتى يصل بالمجتمع الدولي والدول المهيمنة على المشهد الليبي أن تحقق أكثر مكسب ضروري. الآن عقيلة صالح يسارع لي ويطالب بالبحث عن حكومة تسهل الانتخابات. لماذا؟ لأن الحكومة التي ممكن قد تأتي بصفقات أخرى قد تسهل وصول خليفة حفتر وأتباع عقيلة صالح والمخابرات المصرية وغيرها لسدة الحكم في ليبيا. عرفوا أن في تصادم وفي نزاع بينهم وبين حكومة السيد عبد الحميد بيبة، فلهذا الآن غير مرغوب فيه رغم ضعفها وهشاشتها، الكل يتفق على ذلك. فيعني المشهد الليبي أساس المشاكل فيه هي بعثة الأمم المتحدة بالأدوات الداخلية للأسف الشديد.